UNFM 91.2. ضيا مرا مزيانة وذكية، المستقبلها القات ثنية، مالية في الخدمة لمكان اللي يشوفها يحس بالأمان، ضحاكة ومسرارة بشهادة لعاشرها في الخدمة والجار والجارة. أما بيا سرها مخبية، حاجات بلبستها ومكياجها مغطية، علامات تشهد على غير حياة، تشهد على يد عليها بالضرب تتمد، على مولادارها وصغارها اللي ما عارف كارها، على صباحة ريحة وليلة ريحة وعيشة جملة مش مريحة، علامات تشهد على خدود بالضرب تهرات، على أبسط ما فما حاجات وسكوت يخبي الجرح اللي مكبوت، واقع تغطيها حيوت، على بيا المرأة اللي رضات بالوضعية وقالت صغاري وداري أولوية، ومهما تتألم ما تتكلم، وباللي عليها صار ذية قدام الناس ديما لباس والحالة ديما عادية. هذه هي حكاية بيا. دليل بنية دلولة شهلولة طبيعتها، وفي الخرجات ديما لولة، تصهر وحياتها عيشتها على مود في لبستها، ياسر كول وجوها مهبول وفي روحها عندها مدخول، اما الناس ما خليتها لباس، الكل عليها عساس الغزرات والهمزات، وكان تشوفوا ايش عليها من كلامات، اللي يفتي وحده عليها واللي بالسب عامل فيها، اهي بيها وهي عليها حتى على شرف احكاوا بيها، وهربوا منها كل من ليها هواء، وعلى حليل معها نواء، ظلموها وبكلامهم ذروها، على حريتها ذلوها، وبين القيل وبين القال قعدت في حيرة. دليل سمية من عيلة ريفية، عقلية قديمة وزمنية، حليلتها خضرة ومزيانة عوينتها، ونظرتها تحكي قصتها، قصة بنت 12 عام صغيرة على قدها الأحلام، تشوف في الحياة القدام، تقرأ وتكتب وبالمكتب عندها الغرام، على غفلة لبسوها الروبة، عروسة من المجهول مرعوبة، مع راجل غريب له حبيب لا منها قريب، كبير في عمره والوضع صعيب، أما لازم هكا يكون، أغني والمستقبل مضمون، ودافع في المهر مليون مليون. اشرالها طفولتها، اختفها صغيرة من عيلتها اللي باعتها، ومن وقتها بدت سمية في غربتها. سمية دليل وبيا ضحايا عقلية تونسية سلبية وانهزامية، كما برشا نساء عنفهم خير ما يتحكى، وبرشا نساء عنفهم إنه عليهم تحكى، ونساء عنفهم من الوالدين ومجتمع فيهم يهين وعبيد عليهم قاسين، العنف ضد النساء صاير ومازال، طول ما فما نساء ساكتة وراضية بكل أحوال، طول ما ملقاش اللي عليه يتمرد ومن الخوف يتجرد وعامله من تحصيل الحاصل، العنف مازال يتواصل، والمرأة التونسية ما تستاهلش تكون ضحية ولا تشوف ضرر ولا ذية، هيك علاش يلزمنا الكلنا نعلي الصوت ونقوله قبل ما يفوت الفوت، لا للعنف ضد المرأة.